مرحبا. شو هاد؟ أنا راجو. أنا هدول 40,000 وأنا راجو. مرحبا. بعرفك راجو، أنت أشطر طالب بالجامعة هون. وهاد يلي بدي أثبت لك إياه، أنا ماني شاطر بس بالدراسة، أنا شاطر بكل مجالات الحياة وعندي المؤهلات. العالم بينادولي يا دريس، بس عن جد أنا شاطر بكل شيء. شكلك هيك بيوحي، بس حتى لو كنت هيك وين المشكلة؟ ليش عم تعطيني هدول المصاري؟ أنت بدك 70,000 منشان الجزدان، هدول 40، وبعدين بعطيك 30,000، بس بالمقابل بدي إياك تصيري رفيقتي. شو؟ أنت شو عم تحكي يا بلا هائل؟ كيف تقول هيك؟ كيف بتتجرأ؟ أنت عم تعطيني مصاري مشان صير رفيقتك؟ رايمة أهدي شوي، هلأ شي حدا بيسمعك. المعادلة بسيطة، أنا حسبتك كتير منيح. أنت بدك 70,000 حق الجزدان، وأنا بدي غير وضع الاجتماعي بين طلاب الجامعة. مو حابب ضل بنظر رفقاتي الشاب الدريس. أنت بتشتري الجزدان بالمصاري هدول، وأنا صورتي قدام العالم تتغير وبصير أبطال. لحظة، أنت كيف بتعرف إنه بدي مبلغ 70,000 مشان أشتري جزدان؟ هو يعني كنت عم تتسمى علي وعم تلحقني؟ لا لا لا، أنت شو مشكلتك قول؟ ليكي رايمة، أنت كنت قاعدة بالمطعم. خلاص. عليه طيوب، أكيد ما عم يكذب، هو حباب. بشو رح يأذيني يعني؟ شو ساوي؟ شو عم تعمل عندك؟ رايمة لو سمحتي فكري منيح، ولو مرة واحدة فكري منيح. رح نكون مع بعض ويمكن نحب بعض ونبقى سوا على طول. قولي ايه كرمالي، لا ترفضي، لو سمحتي قولي ايه انك موافقة. ما عم صدق شو هالاصرار هاد، طبيعي تكون شاطر، ما بتقبل كلمة لا مو؟ على كل حال اتفقنا. رايمة منيح بالنسبة إلك كمان، رح تقدر تشتري. شو؟ قلت لك اتفقنا. شكرا كتير إلك، هي أحلى لحظة بحياتي، ما كنت متخيل حتى بأحلامي يصير هيك وتصيري أنت رفيقتي. اسمعني منيح، منضل شهر ماشي؟ خلينا نتفق من هلأ على هالحكي. طيب موافق، بس كمان أنا عندي شرط. ما رح تشتري جزدان إلا لحتى يقتنعوا العالم بالجامعة أنك رفيقتي عن جد. ماشي. هي 40,000